Salut les amis, j'espère que vous allez très très bien. معكم عماد الزنيسي معكم فيديو جديد. هاد الفيديو هذا غادي يكون نزولا عند الطلبات ديالكم ونزولا عند لي ميساج اللي تيوصلوني بزاف وتيوصلوني ديما كونسيرنون لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. تيقولوا لي فخور كيفاش نتعلم اللغه، شنو هما لي ميثود او بيان شنو هما لي زيتاب اللي خصني نتبع باش نتعلم اللغه. كيف ما كان كيلكو سوا لو نيفو ديالكم ديالهم تيطلبوني هاد الطالب هذا باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه بواحد الطريقه اللي هي صحيحه كيف تنقولوا. حيت بزاف ديال الناس تلقاهم ضربوا شهور ضربوا سنوات وما تعلموا ما والو، تلقى راسو باقي في هذيك البوان ديبار اللي بدا منها باقي فيها ما افونسا ما حتى شي حاجه. علاش؟ الوغ كاين شي خطا، كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. تيطلبوا هاد ليكسبيريونس يتمنوا لي ان بارطاجي معكم. هادشي علاش غادي نبارطاجي معكم واحد البروغرام وبيان واحد لي زيتاب اللي تقدروا تتبعوهم، غادي يعطيكم واحد المنفعه وغادي يعطيكم واحد النتيجه اللي هي سريعه دغيا دغيا. غادي تحس بواحد ديفلوبمون اللي هو كبير في النيفو لينغويستيك ديالك. حاول غير تركز تبع هاد لي كونسي هادو وتخدم كيف تنقولوا تخدم في المستوى القريب المتوسط او المستوى البعيد. تبقاو غادي خطوه بخطوه، يعني عمرنا تنحبسوا باش هكا تنتعلموا وتوصلوا لواحد النيفو اللي هو زوين. ركزوا معايا، الله يخليكم، هاد لا فيديو اليوم ركز معايا، ما غادي نطلب منك حتى شي حاجه. يعجبك لا فيديو راك انت سبونطانيمون خصك تخلي كومونتير تلايكي او سي تبارطاجي لا فيديو. ما عجبكش ما دير حتى حاجه من هادشي هذا كله، انا تنبارطاجي مع الناس باش ندير رحمه الوالدين. ما غاديش نبقى نقول لكم بارطاجي ولا شي حاجه. مالوغوزمون ديغنييغمون مابقاوش يتشافو لي فيديو جو سي با بوركوا، مي الحمد لله على كل حال تنحاولو نبارطاجيو هداك لو سافوار فار لي عطاتي داربي، تنحاولو نبارطاجيو مع الناس باش كلشي يستافد. ماشي مشكل ما تنهتموش بالارقام حيت التفاهه هي اللي واخده الارقام العليا. المهم شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي تتفيد الناس ما تتشافش مالوغوزمون حتى حنا في هاد الوقت هذا. الوغ نرجعو للموضوع ديالنا الرئيسي. الوغ دابا انت باغي تعلم كيلكو سوا النيفو ديالك، كيف ما بغا يكون النيفو ديالك كاينين مراحل خصك تتبعها تقرا وما تقراش. هاد المراحل نقدر نقسمهم لك ثلاثة، ركز معايا هادوك ثلاثة ديال المراحل ونقول لك في كل فهاد ثلاثة المراحل شنو غادي دير، ولا ثلاثة ديال الحوايج الأقسام كل قسم شنو خصك دير فيه. وهادشي كله بالوقت، نعطيك حتى الوقت شنو غادي دير باش تحس باش تولي تدير واحد ليفاليواسيون، يعني تيفاليو راسك بحال تختبر راسك وتشوف راسك فين كنتي وفين وليتي، واش كاين شي ديفلوبمون ولا لا، ولا باقي بنفس الحاجة. مي جو سوي سيغ سارتان ان الا تبعت هادشي راه غادي يكون واحد ديفلوبمون ولا ما حاجة. الوغ ركز معايا، غادي نحاول نقسمو كيف قلت لكم ثلاثة ديال الأقسام. غادي نحاول تكون عندنا البارتي هي البارتي الأولى غادي نديرو هكا، البارتي الثانية إي تخوازيام بارتي غادي تكون بحال هكا. البارتي الأولى غادي نخدمو فيها على واحد الحاجة اللي تتسمى لا ليكتور. هاد لا ليكتور هي البارتي الأولى، اتفقنا؟ غادي نحاول نديروها في واحد الكادر. البارتي الأولى هي ديال لا ليكتور، الدوزيام بارتي اللي غادي نخدمو عليها هي ديال ليكود. هنا الوغ هادي هي الدوزيام بارتي ليكود. تخوازيام بارتي اللي غادي نخدمو عليها مهمة هي بزاف هي خاتيك. الوغ ليكتور ايكوت و البخاتيك. لا ليكتور هي القراءة، ليكوت هو السمع، البخاتيك هو التطبيق. كيفاش غادي نحاول ندير لا ليزون اونتخ هاد لي تخوا؟ كيفاش غادي دير؟ شنو غادي دير بعدا؟ لا ليكتور شنو تتعني لا ليكتور؟ هي القراءة، خصني نولي تنقرا. شنو غادي نقرا؟ غنعطيك بروغرام سهل، غادي تاخد رومون، غادي تاخد دي رومون، روايات، غادي تاخد روايات، روايات، غادي تاخد روايات، اتفقنا؟ روايات يكونوا بحال هكا، نوريكم باش تفهموا وتمشيو معايا في دقة دقة. مثلا الروايات تيكونوا بحال هكا، الروايات تكون بحال هكا، انت تاخد شي روايات. كاينين نقدر نعطيكم دي سوجيستيون ديال 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 لي زيكريفون اللي عندهم داكشي ساهل في الكتابه. الروايات تكون بحال هكا، هاد الروايات يكونوا فيها لي باج بحال هكا، تفكر ولا تقراش؟ الو غدير كل نهار كل نهار غادي تقرا خمسة خمسة، واحد جوج فهمتوني، واحد جوج غتقلب عاوتاني ثلاثة أربعة ونزيد خمسة، تقرا خمسة تقرا ولا تقراش؟ ألوغ كل نهار غادي يكون عندك شحال في هاد لي رومون هادو؟ سانك باج. ألوغ سانك باج غادي يكونو عندك غير من جهة، أنا مقلتلكش بحال سانك فوي، غادي يكون غير من جهة، ماشي من جهة لهنا وهنا، غير من جهة وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة، اتفقنا؟ غادي يكون معاك فاش تكون تتقرا غادي يكون معاك قلم، غادي يكون معاك قلم، غادي يكون قلم معاك. المهم انا ما كاينش هنا قلم. الوغ
ديك الاخر الوغ يكون معاك قلم ويكون اوسي معاك ديكسيونير قلم اي ديكسيونير دابا ديكسيونير تقدر يكون عندك غير ابليكاسيون في البورطابل اللي تدير بها تراديكسيون تبقنا ديكسيونير باش دير تراديكسيون مي انا تنحب نحب هذه الفكره ديال صراحه هدف اللي انا تعلمت به مزيان هي ما تكون تتعلم اللغه الفرنسيه سميتو لا ميموار المهم ماشي سميه ديكسيونير بغيت نقول لكم هو فرونسي فرونسي يعني تتلقى انت تتقلب على كلمه بالفرنسي باغي تعرف المعنى ديالها بغيت تكون ليكسبليكاسيون شرح ديالها بالفرنسيه ماشي بالعربيه حيت المعنى ديال الكلمه تيتبدل تيتبدل على حسب الكونتكست ديالها حاول تفهمها في السياق ديالها في اللغه الفرنسيه تتبنى الفكره تكون واضحه الوغ تتقرا خمسه ديال لي باج تكون عندك قلم فاش تقرا باج ما تتوقفش تدوز لا دوزيام باج تدوز التروازيام باج كاتريام باج سانكيام باج فاش توصل ليهم انت غادي تتقرا الكلمه اللي جاتك صعيبه تتسطر عليها تقول ولا تبقاش كلمه اللي جاتك صعيبه تتسطر عليها فاش تقراهم بخمسه عاد تترجع للديكسيونير علاش تترجع للديكسيونير تعلموا والخدمه هذه الخدمه بروفيسيونيل تترجع للديكسيونير تبدا دير ليكسبليكاسيون تتقلب على ليزيكسبليكاسيون ديالها ديال هذوك لي تام ديفيسيل ديال هذوك المصطلحات اللي لقيتيهم صعاب فاش دير ليكسبليكاسيون ديالها تجي لهذيك الباج وتتكتبها صغيره وفوق من كل حاجه سطرتي تتكتب الشرح ديالها كيف قلنا تتكتبها صغيره اتفقنا كاين اللي غادي تعقل عليها تكتبها صغيره في الاول غادي تولي تكتب غير بالعربيه الشرح ديالها حتى يلا مبتدئ اما بالنسبه للناس اللي انترميديا او بيان نيفو افونسي تنصحكم فرونسي فرونسي ليكسبليكاسيون ديالها تقدر تكتبها فوق منها اونتر بارونتيز صغيره اتفقنا تدير ليكسبليكاسيون فرونسي الوغ فاش دير هكا شنو تدير تترجع تقراها مره اخرى تترجع تقراها مره اخرى ولكن دابا فاش تقراها مره اخرى راك غادي تقراها وانت فاهمها انت فاهمها هنا تدوز واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف تتولي تكون عندك ما عنديش انا مهم هذاك الفلوريسون ما نعرفوش عرفتو ولا لا اللي تسطر على السطر كله بلون واحد ولا تغير بقلم تتولي جمل تتولي تلقى دي فراز فاش تلقاو دي فراز مثلا فاش انا تنفتح تنلقى شي جمله فاش تنلقى مثلا شي جمله فاش تنلقى شي جمله تنسطر على الجمله تنسطر على ديك الجمله تفكر ولا تفكرناش الجمله اللي تنقدر نستعملها ديما حتى انا وليت تنفهم المعنى ديالها تنسطر على الجمله عاوتاني تنقرا 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 وانا راه تنفهم شنو وصلت المعنى ديالها حتى جا ترجمت الكلمات عاوتاني تنسطر على جمل هنا تقدر تولي في نفس هذاك الوقت حيت عاودتي هذيك دو فوا تيبداو هادو كيتميموريزاو عندك هذوك لي فراس تيوليو يتميموريزاو يعني نقدر نولي نستعملهم مرات اخرى هذوك الكلمات اللي شرحت غادي نقدر نولي نستعملهم مرات اخرى علاش حيت مشيت قلبت عليهم فاش تنقلب على شي حاجه تترسخ في الذهن ديالي ماشي بحال واحد يعطيها لك شي شخص تنتمنى ان الفكره تكون واضحه الوغ هذه البارتي الاولى ديال لا ليكتور لا ليكتور بزاف فيكم ما تيديرهاش بزاف ما معلميش اللغه ماشي غير اللغه الفرنسيه جميع اللغات حيت ما تيقراش الا ما قريتش ما غاديش تتعلم اللغه ما غاديش تتعلم غادي تتعلم بعشوائيه غادي تتعلم بطريقه غير صحيحه حيت فاش تنقراو تنشوفوا لا فراز كيفاش محطوطه في ارض الواقع تنشوفوا الستركتور ديال لا فراز تنشوفوا لي برونو لي بريبوزيسيون لي كومبليمون تنشوفوا بزاف تنشوفوا كلشي لي كونجونكسيون تنشوفوا اي حاجه تنشوفوا بزاف فهمتوا تبدا تقرا تلقى كلمات تلقى كل حاجه تلقى لي زافير تلقى لي زادجيكتيف لي برونو تلقى كل شيء تلقى محطوطين تتولي تتعرف تتشوف كيفاش تيتحطوا تتولي تتعرف لي سوجي شنو هما لي برون شنو الانواع ديالهم لي زافير اللي عندي لي زادجيكتيف اللي عندي تتولي تتعرفهم ماشي بطريقه غادي تمشي تحفظ الكرامر لا هكا تتحفظ تتفهمهم وتتولي تتعرفهم بهذه الطريقه اللي هي زوينه الوغ هذه هي البارتي نيميرو هي لا ليكتور وشنو خصك دير يكون عندك واحد ديكسيونير باش تتخادوي شنو تتخادوي هذوك تدير تراديكسيون لهذوك لي مو ولا لي تام ديفيسيل مزيان غادي ندوزو لدوزيام ايتاب اللي هي ليكوت مهمه بزاف ليكوت ليكوت ماشي بالضروره استماع غادي تسمع لي شونسون انا لا احب فكره انك تستمع لي شونسون حيت كاين اللي بغيت يتعلم لا لونغ فرونسيز وغادي يمشي يتعلم يسمع لي شونسون ديال الغاب ما غادي يفيدك والو الراب فهمتي الراب في الفرنسيه فيه لاك وفيه الدارجه ديالهم ما غاديش تفيدك انت خصك تعلم لونغا سوتوني خصك تعلم اللغه بحال تنقولوا الفصحى مثلا العربيه الفصحى كذلك اللغه الفرنسيه الفصحى فهمتوني ولا فهمتوش يعني واحد لونغاج اخر ماشي هو لونغاج ديال الزنقه هلا هنا انا واحد الفكره اللي تنقترحها هي تمشي وتكتبوا تكتبوا فيلم دوكيمونتير en français. فيلم دوكيمونتير اون فرونسي لي فيلم دوكيمونتير اون فرونسي هما الافلام الوثائقيه الافلام الوثائقيه تتكون تتبان لك الصوره تيهضروا مثلا على شي منطقه ولا شي حيوان ولا شي حاجه وكل واحد تيدوي بواحد الصوت اللي هو زوين هنا تتولي تتشوف الصوره او ميم طون تسمع الكلام تتولي هذيك الصوره تتكمل لك معنى الكلام واخا انت ما يكونش عندك مع اللغه تيولي هذيك الصوره هي
تتبين لك دابا مثلا هو فاش يبدا يعاود مثلا على الديناصور ولا السبع ولا تيعاود مثلا على المش ولا تيعاود مثلا على الطبيعه ولا على مدينه ولا شي حاجه، هذيك في هذيك الوقت اللي هو تيدير لا ناراسيون ولا هذيك الفوا اوف ديالو تيعاود هذيك الحاجه، انت تتشوف ليماج، هذيك ليماج تتخليك تفهم هذيك الكلمات وتخليك تفهم هذيك الجمل بواحد الطريقه غير مباشره. فهمتوا علاش انا تنحبت بزاف هذا الفيلم دوكيمونتير؟ فعالي لواحد الدرجه لا تصور، فعالي، وخشي وقت تكون النيفو ديالك الله بادي، غادي تفهم غادي تفهم، اتفقنا غادي تفهم غادي تفهم. كتب لي فيلم دوكيمونتير اون فرونسي، انت فاش تبغي دير دي فيلم دوكيمونتير اون فرونسي ما تفوتش فيهم 30 ديال 30 دقيقه، بدا في الاول غير بالصغار، من دقيقه حتى 30 دقيقه، من 5 دقائق حتى 30 دقيقه، فهمتوا؟ يعني من 5 دقائق حتى 30 مينوت، الوغ من 5 مينوت حتى 30 مينوت، هادو تتبدا بهم في الاول لي فيلم دوكيمونتير. تقدروا تزيدوا حاجه اخرى بالنسبه للنيفو انترميديير اي بيان النيفو افونسي، هذه انا تنديرها حتى هي تتمشي تتسمع تتكتب غون، المهم نكتبو هنا غومو اوديو، تتسمع الروايات، الروايات السمعيه، روايه شي واحد تيحكيها تتسمعها تديريشارجيها ام بي 3 فعاد ما تسمع اغنيه ولا شي حاجه، تتبقى غادي في الطريق ولا تتقضي شي حاجه وتتسمع تعاود ديك القصه، هنا تعاود تسمع الفرونسي تيكون بالنطق ديالها صحيح، تيكون المخارج الحروف هما هذوك، حيت حنا واخا المخارج ديال الحروف ديالنا ماشي هما هذوك، حيت حنا ماشي اللغه الاصليه ديالنا، تتمنى الفكره تكون واضحه. هذه غادي تولي تديرها، ركز معايا، هذه تولي تديرها جوج ديال المرات في النهار، جوج ديال المرات في النهار، يا اما تتفرج في فيلم دوكيمونتير، انت في الاول تفرج الا كنتي تدير فيلم دوكيمونتير تفرج فيه عاودو غير جوج المرات، فيلم تفرجي فيه عاودو دو فوا، ولا شوف جوج ديال الافلام، يعني جوج ديال المرات، انت تقدر ما ديرش 30 دقيقة، دير غير 10، واش فهمتي؟ دير مضروبة في جوج، جوج ديال المرات في النهار، يعني جوج ديال المرات في النهار، وتتزيد عليها هاد البارتي هادي، راه كافية ليك، غادي تتعلم الكرامير، ولا كونجيكيزون، غادي تتعلم لوطوغراف، هنايا فاش غادي تشوف لي فراز، وغادي تتعلم دي زيكسبريسيون، غادي تتعلم دي تام، هنا دابا خصك دوز المرحلة المهمة هي المرحلة ديال البراتيك، هنا تعلمت، هنا ودني سمعت، هنا قلبت على الكلمات وبغيت نعرف كلمات، كي غادي ندير نوظفهم، هنا خصك تدوز لمرحلة أخرى ديال البراتيك، اللي هو التطبيق، كيفاش غادي ندير نطبق أنا دوك الكلمات ولا دوك التعابير ولا داكشي اللي تعلم. هنا كاينين بزاف، كاينين دي زابليكاسيون، كاينين دي زابليكاسيون، بدات أول حاجة، كاينين دي زابليكاسيون، نكتبو لك بحال هادو، ألوغ هنا. لي زابليكاسيون تتقلب على لي زابليكاسيون اللي تكون فيها هذيك المحادثات، تكون فيها المحادثات، دابا كاينين بزاف، كاينين بزاف، لا داعي انا نقول ندير اشهار شي واحد اللي ما غاديش نتخلص بهم، كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، قلب غير ادخل البلاي ستور كتب لي زابليكاسيون، ايشونج مثلا كولتورال، ايشونج دو لونغ، كاينين بزاف تتكتبهم تيطلعوا لك بزاف هذوك لي زابليكاسيون، ابليكاسيون لي يوتيوب كي تنقولوا يعني منطقيه، تدخل فيها تتصور الكونت ديالك تولي تتلاقى مع ناس، انت باغي تعلم اللغه الفرنسيه حاول تشوف الغيزون ديال فرانس كندا فهمتوا البلدان اللي تيدوي باللغه الفرنسيه، تتولي اون كونتاكت معاهم تديروا دي لايف سوا دي لايف و بيان تديروا دي زابيل، اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ يعني تتولي هنايا تيكون هذاك ليشونج كاين هذاك التبادل، تتولي تتحسن اللغه ديالك، هذه ديال البارتي نيميرو، كاين البارتي نيميرو 2 عاوتاني شنو تدير؟ هي تتولي تدير تتكون مثلا شاط، هي تتشاطي مع لي جون لي شي وحدين مثلا لي زامي ديالك لي كوليك ديالك اي وحدين لا فامي ديالك اي وحدين تتعرفهم تتحاول تدخل هذوك لي زيكسبريسيون او بيان هذوك لي تام في الكونفرساسيون ديالك ياك انا تندوي معاك انت تتعلمتي كلمه تعلمتي جمل تعلمتي باغ اكزومبل نيس با تتولي تقول نيس با يا اليس كذلك تتقول لي كيسكو تو فو كيسكو تو فو فهمتي شنو بغيتي مثلا تتقول لي جو سي با بوركوا ما عرفتش علاش يعني كل ما تعلمتي دي فراس تحاول تبدا تدخلهم في لي كونفرساسيون ديالك ماشي عيب واخا دوي بالدارجه اون ميم طون دوي الفرنسي هنا هنا باش تحسن المهاره ديالك باش هذوك الحوايج اللي تعلمتيهم راك تتوظفهم على ارض الواقع اتفقنا الوغ هنايا في لي كونفرساسيون لي كونفرساسيون لي كونفرساسيون اللي تكونوا عندك اتفقنا كاين انا ما لقيتيش ما لقيتيش لي زابليكاسيون ما لقيتيش معمل دوي تدير الميغوار المرايه تدير المرايه هذه انا كنت نديرها بزاف شنو تدير المرايه تدير المرايه تتوقف تتحط بورتابل تيسجل تتحطو تيسجل وتدير دي كونفرساسيون غير من عندك بونجور سافا وي سافا تتبدل التوناليتي ديالك تتبدل الصوت ديالك وي سافا تخي بيان كيسكو تو راكونت ريان سبيسيال اي توا
هنا تبدا تدير دي كونفرساسيون لي بازيك، شويه تتخيل راسك مشيتي عند مول الحانوت، شويه تتخيل راسك تهضر مع الاستاذ ديالك، شويه تتخيل راسك راك وليتي انت هو استاذ، شويه تتخيل هكا تدير دي كونفرساسيون من بعد تسمعهم، ولا لا كنتي تعرف شي واحد تقول له سمع هادو واش النوت صحيح، واش الكلمات اللي قلت صحيح، ولا هادوك اللي قلتي تمشي تقلب عليهم واش صحيح ولا ماشي صحيح، ولا لا قلتي شي جمله دخل غير لهذيك اللوجيسيال لي زابليكاسيون ديال الترجمه، شوف كيفاش تنكتبها وشوف كيفاش ينطقها وتعرف واش نطقتي صحيح، هنا تتحسن الرصيد اللغوي ديالك، الرصيد المعرفي ديالك وتتافونسي في لابرونتيساج ديال لا فرونسيس. بالنسبه لهذا البروغ هذه قلت لكم ديال الميغوار تقرا كونفرساسيون هذه راهي الوغ هنا الدراري هادو ثلاثه ديال لي زيتاب اللي خصك تتبعهم. الوغ هنا لابليكاسيون لابليكاسيون تختلف من واحد لواحد، كل كاين واحد كل واحد وشحال يديرها من مره، انا نفضل انك ديرها ساعه ساعه تبدا تابليكي لو شونس تقرا، حنا نديرو لها غير 30 دقيقه حتى هي في النهار، هي غير 30 دقيقه في النهار. المهم الوغ هادشي هذا دابا انت نورمالمون النيفو ديالك يلاه مستوى مبتدئ، هادشي فاش غادي ديرو خلي 3 شهور، ما تجيش الشهر الاول ولا السيمانه الاولى ولا جوج سيمانات الاولين وغادي تحكم، ابخي 3 موا فاش غادي دوز 3 موا فاش غادي دوز واحد 3 موا انت بعدا قبل ما غادي تبدا خاصك تشوف النيفو ديالك، النيفو ديالك غادي يدخل واحد السيت، اسمعني غادي يدخل واحد السيت سميتو تي في 5 موند، دخل كسر جوجل كتب هادي كتب تي في 5 موند تيست تي سي اف سير جوجل كتبها غادي يطلع لك دوز تيست، فاش غادي دوز تيست غادي غادي تبقى دوزو في ساعة ونص دوزو تيعطوك النيفو، غادي يعطوك النيفو يا اما ا 1 ا 2 بي 1 بي 2 سي 1 سي 2 غادي يعطوك النيفو. نفرضو باغ اكزومبل انت جبتي النيفو ا 1 دوزت 3 موا رجع لهداك السيت دوز تيست، رجع لهداك السيت دوز تيست، كون متاكد وتنضمن لك غادي تلقى راسك يا اما ا 2 يا اما بي 1 كنتي نيفو بي 1 ابخي 3 موا دوز السيت غادي تلقى راسك بي 2 كنتي ا 2 دوز السيت غادي تلقى راسك يا اما بي 1 ولا البديه ديال بي 2 متاكد. انا تنقول لك هاد الحوايج بالتجربه بالتجربه وتنطبقهم مع ناس وتعطيو ريزولطا دغيا دغيا انا متاكد تعقل. الوغ هنا عطيتكم بزاف ديال لي زانفورماسيون فهاد لا فيديو وتستاهلوا كل خير. حاجه وحده اللي تطلب منكم هي انكم هاد لا فيديو هذا تعاودوه بليزيور فوا غير باش هادشي الحوايج تفهموا شنو قلت لكم، تعرف لي زيتاب تعرف لي زيتاب. تتمنى ان هاد الفيديو يكون جاوب على كل الاسئله اللي تطرحوا، بزاف فيكم انا مأكد غادي يشوفوا هاد لا فيديو يكونوا ديجا سولوني في لي كومونتير ولا سولوني في لي ميساج ولا هادشي. تتمنى لكم التوفيق وحاولوا تابليكيو هادشي، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، 3 زيتاب ابخي 3 موا غادي تكون واحد الريزولطا اللي هي زوينه، غادي تحول من نيفو لنيفو. من بعد فاش تحول من نيفو لنيفو نسيت ما قلت لكمش، مثلا كنتي ا ا تحولتي ل ا 2 عاوتاني كمل 3 موا اخرى بدل الكتوبه طلع النيفو، فهمتوني ولا فهمتوش؟ كنتي شاري كتاب غير صغيور واحد الغومو صغيور شري غومو كبير شويه دوز من هنا دوز من هنا دوز من هنا. بالنسبه لي زيكريفون نسيت ما قلت لكمش، كاين مارك ليفي كاين باولو كويلو كاين موسو، هادو هما الثلاثه اللي نبداو فيهم في الاول راه غادي يجيوكم ساهلين اتفقنا. تتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون على اعجاب ديالكم، على امل نلقاكم في فيديوهات جايه نقول لكم السلام عليكم.